الغريب أن أن المسلمين كلهم يعتقدون بصاحب الزمان، ماكو مسلم ما يعتقد، لكن اختلاف عند فرق المسلمين أن مخلوق بالفعل يخلق بعد ذلك، هذا الاختلاف. احنا عندنا مخلوق موجود، نعم، ونقول يغيب، يغيب عن المعرفة مو يغيب عن الرؤية، لا جائز يكون بين الناس لكن ما يعرفوه، يغيب عن المعرفة وإلا عن الرؤية لا، ما يمكن، ما يغيب، لأن عن الرؤية إذا غاب ما فائدة بقائه. العلماء يقولون يلتقي بالناس ويطرح رأيه مع الآراء ويكلم بعض الناس كما يعرفوه بدون أن يعرفوه، زين، وإلا إجماع المسلمين أكثر من هذا أزيدك. يعني إحنا ما كعدنا عد علماء، أنا واحد يقول أن الذي ينكر وجود صاحب الزمان مثلا كافر، لا، عد باقي الفرق الإسلامية يقول لك كافر، ابن حجر يقول اللي ينكر وجود صاحب الزمان كافر، زين. فالمسألة أنت قد تشوف لي بعض الناس مثلا يتناوشون يحشون على قصة صاحب الزمان، إذا مرت قصته يقول لك هاي خرافة، هذا هو خرافة لأنه هو ما يفتهم، هذا أوثقك هو مو فاهم تاريخه ولا عارف عقائده أبدا هذا، وإلا إجماع المسلمين على هذا، نبه لي، شاكوا اثنين ثلاثة ذولا مو شغلتهم. الغرض الله عز وجل إذا أراد يقدم لنا نموذج، شنو النموذج اللي يقدمه؟ يقدم لنا قصة أصحاب الكهف، وشوف فضل ذولا مرت عليهم 310 سنين وبنائهم نايمين نص ساعة، عينا سلب الله منهم الشعور بالوقت وأطل خلايا قابلية على التجديد والاستمرار، زين؟